تعالوا نتأمل معاً بعض القدرات والإمكانيات الكامنة في الاقتصاد المصري والمجتمع المصري حتى نقدم إجابة علمية وموضوعية على هذا السؤال الاستراتيجي. هل مصر بلد فقير حقاً؟ في العقود الأخيرة دايماً بنسمع من حكام مصر والمسؤولين فيها تصريحات متناقضة متعلقة بوضع الاقتصاد المصري، بين إن مصر بلد فقير وإن مصر بتحقق معدلات نمو عالية، وبين مشاريع قومية وجذب استثمارات. واحد من التصريحات دي طلع في يناير 2017 على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي لما قال مصر بلد فقير. أيوة، إحنا بلد فقير قوي. التصريح دفع الباحث والخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق لطرح سؤال: هل مصر بلد فقير؟ ومحاولة الإجابة عليه من خلال سلسلة مقالات جمعها في 2018، وأضاف لها مقالات أخرى في كتاب بيشرح السياسات الاقتصادية المصرية. الحقيقة التي ينبغي أن نؤكد عليها أن الخبراء الاقتصاديين المتحلقين حول الحكومة والسلطة السياسية في البلاد يدركون ما نقول ويحيطون بما نطرح من أفكار، لكن جوهر المشكلة التي ينبغي أن يعرفها القراء والأصدقاء أن علم الاقتصاد ليس علماً محايداً بالمطلق، وليس مجرد معادلات فنية وطرق حسابية ورياضية، بقدر ما هو علم اجتماعي محمل بعبء الانحيازات الاجتماعية لصانع القرار أو راسم السياسات الاقتصادية. الكتاب بيناقش ملفات متنوعة، منها إدارة الأصول والممتلكات والمباني الحكومية وأزمة السكن، اللي بيخلص فيها إلى أن مفيش حاجة لمشاريع إسكانية جديدة على قد ما في حاجة لإدارة ثروة عقارية موجودة وغير مستغلة. مجموعة من المقالات في الكتاب بتحلل سياسات وتعاقدات الدولة في مجال إدارة ثروات البترول والغاز والذهب والمنتفعين منها، وسلسلة مقالات تانية عن ثروات الرئيس المخلوع حسني مبارك والرشاوى اللي كانت بتتقدم له ولأسرته وكبار المسؤولين. بيقدم الكاتب مقال عبارة عن دراسة مصغرة للسجون في مصر وكلفة تشغيلها وبنائها واستيعاب المساجين اللي بتوصل لمليارات كل سنة. وفي مقال تاني بيقدم نموذج لمرتب وزير الداخلية في أحد شهور سنة 2013 كنموذج للتلاعب في إدارة الموارد المالية للدولة. الخبير الاقتصادي بينهي كتابه بروشتة إصلاح اقتصادي من وجهة نظره في مجالات الزراعة والصناعة والتعليم والصحة والبيئة والتشغيل والتوظيف وإعادة بناء قطاع الأمن والعدالة ونظام الأجور والمرتبات.